صباح الخير والجمال، يلي حنحكي فيه عن أيقونة الموضة والأناقة العربية الفنانة والمصممة. بعد خلينا نشوف أجمل 5 إطلالات إلها على الإنستغرام. أول إطلالة لفنانتنا هالفستان مع الترين المايل بقماشة تقيلة والألوان المعدنية الفضي والبرونز يلي بيبرز جمال بشرتها. رح ننتقل لتاني إطلالة يلي كان فيها فكرة مميزة، إجت كجمب سوت مكسم بطبعة هندسية ومن فوق قماش ناعم لقلودة ساحرة. من لبس الحفلات إلى صورة نشرتها الفنانة بإجازتها في طوكيو بالمونوكروميك لوك باللون الأزرق بتكستشرز مختلفة. تتألق نجمتنا باللون الأسود هالفستان الطويل بقصة الساعة الرملية ولفتة جريئة بالكراوت سايت لتزين بالكيب الشيفون المرصع اللي أغناها عن ارتداء اكسسوارات كتيرة. رح نختم بإطلالة فخمة من أروع ما لبست بفستان مخصر بتفاصيل تجمع ما بين ستراس والبرود المذهبة والسكارف بنقش الدانتيل والفرنجز على الأطراف يلي نسقتهم مع مكياج ناعم وتسريحة مرفوعة.